تجربة الكتاليز اللي هو الإنزيم الموجود بالبطاطا اللي بيحول لي الهيدروجين بيروكسيد اللي هو H2O2 لهاي المادة السامة ل H2O زائد O2. بدي أشوف كيف أنا بدي أحضرها. أول شيء عندي بدي أخذ أعمل كيوبس أوف بوتيتو، أجيب هاي الأداة أغزها فيه وبعدين أطولها منه وبقسمها، باخذ 3 كيوبس من البوتيتو وبقسمها لأحجام متشابهة. بعدين بجيب عندي 3 تيوبس، بحط بكل تيوب عندي قطعة من البطاطا لحتى أفحص إنزيم الكتاليز. أول شيء أول تيوب قلنا زي ما حكينا إحنا لازم يكون دائما عندنا نيجاتيف كنترول اللي هي النتيجة بدها تكون تبعته إيش نيجاتيف، وبدي أقارن فيه. فباخذ بالبيكر هذا بحط ديستيلد ووتر بالدروبر عندي، باخذ مي وبحط. نيجي للتيوب الثاني بحط فيه اللي هي السبستريت للإنزيم اللي هي H2O2 الهيدروجين بيروكسيد، ونيجي للتيوب الثالث بدي أكسر الإنزيم أو أعمله ديناتوريشن. فكيف؟ باخذ بديستيلد ووتر بحط ديستيلد ووتر وبمسكه بحطه على النار وبغلي لمدة دقيقتين حتى أنا أعمل ديناتوريشن للإنزيم، وبعديها برجع بحط. هلأ هون عنا بعد ما غلي الإنزيم وأنا كسرته بحط عليه H2O2 وبشوف النتيجة حتكون عندي بوزيتيف ولا نيجاتيف. زي ما أنتوا شايفين هون نقارن الأول بالثاني، هذا كان النيجاتيف كنترول وهذا كان اللي عليه هيدروجين بيروكسيد. شايفين الاير بوبلز اللي طالع عندي؟ ما بعرف اذا مبينه عندكم، ممكن احطه هون بهذا التيوب في الاير بوبلز يبقى النتيجه بوزيتيف، اما هذا النيجاتيف كنترول. هلا هون بالتيوب الثالث باخذ بعد ما غليت البطاطا باخذ هيدروجين بيروكسيد وبحط عليها، وإذا شايفين النتيجة المفروض إيش تطلع عندي؟ برضو نيجاتيف. ليش؟ لأنه أنا كسرت الإنزيم عندي وعملت له ديناتوريشن، وبرضو أنا بمسكهم بقارنهم التلات تيوبات مع بعض، الثاني هو البوزيتيف اللي فيه إير بوبلز، أما الأول هو النيجاتيف كنترول والثالث هو نيجاتيف ريزلت. تمام، هيك بيكون هذا الإكسرسايز خلص عندي.